إذا قلت لك على مكان جدي رح يقتلني على الخالص. جدي مبسوط ومروق وقاعد بمكان بنص الطبيعة. اتركوه للزلمة بحاله، شو بكون؟ جده بنص الطبيعة؟ ليكون سافر على أفريقيا مثلاً. لك لا، شو أفريقيا؟ صدقوني هذا كل شي عندي، ما بتاخدوا مني ولا كلمة زيادة. دخيلك هاتي هالصحن بقى. خد صحتين وهنا. أنا رح أتصل بحياة. يسلموا إيديكي خالتي. تفضلوا خلونا ناكل سوا. جدي ضايع بالطبيعة، ممكن تقليلي مراد شلون بده يلاقي؟ ليكون عنده رادار مثلاً. ما تصعبيها حياة لو سمحتي، يعني إذا عنده رادار ما بتفاجأ. مراد صار سلماز، هاد مو أي شخص. شبك أمي؟ أنت مفكرة أنه أنا متجوزة سوبرمان مثلاً؟ يا بنت لا تخليني إجي لعندك هلأ. روحي روحي خبري مراد باللي صار. طيب ماشي، بحكي معه بخبرك. بسيط. شو؟ عرفتي خطأك؟ لا تفكر حالك كتير ذكي، لو ما أصرت أمي كتير ما كنت رح أجي. قايل لها أنه فيك تعرف أخبار جدي. قلت لها عم دور عليه ورح يصل الخبر عن قريب. ومن وين رح يجي الخبر؟ من موبايله. رح يحددوا موقعه، بس يعرفوا وينه بيقولولي. ليش عم تضحكي؟ ولا شي أبداً، رح أروح. يعطيك العافية. وقفي وقفي لشوف. لو بتحكي عني كمان، أنا اللي بحكي وبهرب؟ أنت عم تتحرقص بس على الفاضي، لأنه على فكرة أنا كمان عرفت غلطي. شو هو طيب؟ أكبر غلطة عملتها بعمري لحد هلأ، أكبر غلطة بحياتي كانت إني عرفت واحد مثلك أناني، وأكبر مغرور بالعالم حبيته ومن كل عقلي تجوزته. طلع الذنب ذنبي هلأ؟ عم تلوميني إلي ما هيك؟ لا حياة غلطانة أنت، مو هذا هو خطأك. ممكن تقلي بشو غلطانة؟ أنا ما بتذكر حالي غلطت بنوب. ليك أنت عملتي أغلاط كتير يا حياة، بس أنا رح ضل حبك، وكل ما تخربي شي أنا رح ضل صلح، ولما توقعي رح تلاقيني جنبك. لهيك اطمني ولا تخافي حياة. أنا أكتر حدا حضل صرخ وأزعل منك، بس مع هيك رح ضلني حبك. أنا هي هي حياتي، هي حياتي الوحيدة. لازم أرجع الشغل. أنا كمان عندي شغل، عم نشتغل أنا ونورا مثل المجانين، ما عم نتنفس أبداً. حلو، معناتها خلينا نخلص من هالشغل لحتى يصير عنا وقت أكتر لندور على جدك. طيب أنا فيني ساعدك بشي؟ فيكي تعملي لي قهوة مثلاً؟ بتعرفي كيف بشربها. شو نسيان؟ أنا شريكة بالشركة هلأ، يعني أنا مالي مساعدتك، روح اطلبها من تالا. لا تزعلي، كل القصة أنه كان بدي بس اشربها. اشربها من إيد مرتي. ما في تغطية. وهون كمان ما في تغطية. لنجرب قدام الشباك. وقف حكمات، ها؟ أجد أخيراً. وقف لشوف، خليني أصور حالي. وراح أبعت مسج كمان. اطلعي منيح وشوفي حكمات اللي خسرتيه لأنك ما عندك ضمير. لا مو حلوة، بلا ما قال هيك. بشعة ما عندك ضمير. يا خانم انت ضيعتي حكمت من ايديك، وهي كمان هون بكفي. يلا شو هالحظ؟
حتى أنت. حكمت بيك. أوف. حكمت بيك، حكمت بيك، مو أنت. بدك تنزوي وتعيش في الطبيعة لحالك بعيد عن الناس؟ بس المشكلة هون ما في تليفونات. واشتقت كتير لحفيدتي. واشتقت كمان لكريمة خانهم. لازم أطلع لبرا وشم شوية هواء. لك ولي شو هاد؟ خلص بكفي، بكفيني الهوى اللي شميته. كرم شوف هدول. لا 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 هدول غالين، غالين كتير علينا، ما بيزبطوا معنا. خلينا نشوف هدول. طيب هاد مكتوب 130 متر، حلو كأنه. ايه حلو، بس ما في غرفة للولاد، يعني ما بيمشي الحال، ما هيك؟ مزبوط حكيك. مين؟ مراد. ايه مراد. الو، فاضي؟ ايه فاضي. بدي اسألك إذا فيك تروح مع هزار على إزميت. الموضوع اللي حكيت لي يا صباح؟ لازم اتأكد إذا فعلا عندي أخ ولا لا كرم. ماشي بروح، لا تشغل بالك. طيب يلا روح، المسا خبرني شو بصير. أوكي بشوفك. خير إن شاء الله، صاير شي كرم؟ لسان، موضوع البيت يعني نحن فينا نأجله لوقت تاني؟ لازم روح مع هزار على إزميت. ليش لحتى تروح مع هزار على إزميت؟ أنا مو شايفة أي ضرورة. رفيقي بده مساعدتي وأنا ما فيني أقول له لا، ما هيك حبيبتي؟ كرم، نحن رح نتجوز حبيبي، ولسه لهلأ مو مبين وين رح نسكن، لسه في عنا العفش وكتير شغلات كمان. لو أسيل وحياة طلبوا مساعدتك شو بتعملي؟ أكيد بساعدهم كرم، بس إذا رفقاتي تركوني ومشيوا بيوم خطبتي من دون ما يحكوا لي أو يبرروا لي أي شيء فوقتها ما رح يكونوا رفقاتي. بس مراد ما رح أصلاً، بتعرفي إنه أمه تعبت، شو كان بدك إياه يعمل الشاب؟ كرم هذا الحكي اللي عم تحكيه مانو منطقي أبداً، أنا فهماني كتير منيح شو عم أحكي، مراد ما عذب حاله يتصل فيك وأنت أقرب صديق له، وما صلح الوضع معك صح؟ ما طلب منك تسامحه ولا برر لك تصرفه. دقيقة فهميني، ليش كل ما سمعتي اسم مراد بتعصبي؟ في مشكلة يعني؟ لا ليش بده يكون عندي مشكلة مع مراد بلا حكي فاضي؟ اوف عن جد ما رح تفهمني انت بحياتك، روح انا بدبر بيت لحالي. انت اللي عم بتجني هلا بيسان، انا كل ما اقول لك مراد بتعصبي ما انك منتبهه يعني؟ اذا في شيء بينك وبين الشاب قولي، احكي لي عم بسمعك. عشق لفت على الامان.